بص يا سيدي بقى، الحكاية ايه؟ الحكاية اخر حلاوة. من تقريبا 2000 سنة قبل الميلاد، اقل بمائة سنة كمان، هناك في الامريكتين، كانت لسه امريكا محدش عارفها، اكتشفوا حكاية كاكاو دوت، وبقى عملوا مشوار. بقى الاول كان حاجة مرة جدا، ويحط عليه فلفل وملح وعسل، كانت تركيبة عجيبة جدا. وفضل العالم يتحايل على الكاكاو، يجيبوا يمين يجيبوا شمال، لغاية ما قدروا يعملوا منه أجمل حاجة في الحياة بالنسبة للأكل، اللي هي مين؟ الشوكولاتة يا سيدي. طب احنا ايه علاقتنا بالقصة دي؟ انا طبعا طول ما انا ماشي احكي لكم التاريخ ازاي هي بدات من تقريبا 1900 سنه قبل الميلاد، وازاي اتحركت من امريكا اللي كانت لم تكتشف بعد، كان في قبائل كده هقول لكم اساميهم، اسامي كتير قوي، لغايه ما وصلت لاوروبا، واوروبا اشتغلوا عليها جامد برضو الشياطين الالمان. يعني احنا نقول سويسرا ملوك الشوكولاته، لكن الالمان كان ليهم دور كبير جدا في الحكايه دي. وبعدين اتطورت لغاية ما في ناس عبقرة قدروا ياخدوا الكاكاو اللي هو المر طعمه ده، ويحطوا عليه مواد أخرى ويشكلوه، ويبقى قوالب تتعمل على ورقة وتاكلها فتحس بسعادة. ودرسوها علماء نفس، قالوا إن البتاعة دي، الشوكولاتة دي، بتعمل حاجات كتير جدا جدا في نفسية الإنسان، يعني ممكن تغير مزاجه 180 درجة انك مجرد انك تاكل شوكولاتة. طب احنا في مصر ايه اخبارنا بقى؟ انا الحين ما عنديش معلومة هل كان في شوكولاتة في سنة 1840 و50 و60، لانها كانت اتوجدت في اوروبا بقى، كانت اتوجدت في المانيا وسويسرا ونمسا وبلجيكا، وبدأت تنتشر وانجلترا وكله. طب احنا كان عندنا شوكولاتة؟ ما عنديش معلومة. اذا كان حد فيكم جده او جد 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 جده كان موجود في الفترة دي ودواه الشوكولاتة، يبقى كان جايبها من أوروبا، احنا ملناش علاقة بالقصة. لغاية ما جه عمك الخواجة تومي خريستو، هو راجل يوناني، ديانتنا ما تهم، ديانته ما تهمناش يعني، بس هو يهودي عشان بس تبقوا عارفين يعني، وقرر يعمل الشوكولاتة في مصر. فعمل دي كورونا. وايه حكايه الغزاله؟ ليه خد الغزاله شعار؟ هل انت لما بتاكل الشوكولاته بتبقى طاير زي الغزاله؟ ممكن، لكن الغزاله كمان ليها حكايه. انا بشكر دلوقتي مصنع كورونا بقى، بعد ما عملوا عمك خريستو، بعد كده التاميم جه سابوه شويه، هم كده رحرح شويه لغايه 62، وبعدين خدوا المصنع، وجنبه اتعمل مصنع اسمه مصنع نادلر، عارفينه طبعا، ضمتهم ثورة يوليو، وعملوهم مصنع شركة الإسكندرية للحلويات. وبعدين لما جت الخصخصة باعوا المصانع، التأميم ضمهم، وبعدين بعد ما جت الخصخصة عشان يبيعوهم برضه يقلبوا البدارة، عاملين لهم حتتين، قال لك كورونا ونادلر. اللي اشترى كورونا هو اللي اشترى نادلر برضه في نفس الوقت، ويضمهم على بعض. الأجمل من ده كله بقى إن إحنا هنعرف إزاي الشوكولاتة دي بتتعمل. أنا الحقيقة من زمان جدا نفسي أشوف الشوكولاتة دي إزاي بتتصنع. لما تبقى في كورونا لازم تذكر حاجتين مهمين. المصنع ده أسس سنة 1919، حتى الأستاذة نيفين مسعد كاتبة مقال لطيف جدا، وعملت مقارنة بين الشعب المصري عامل ثورة، وفي نفس الوقت وبيعمل الثورة دعم مصنع الشوكولاتة. يعني عمل اتنين في وقت واحد في سنة 19، فاحنا بقى لنا 100 سنة بالظبط بناكل شوكولاتة من كورونا. الحاجة التانية انك تذكر رجل مصري اسمه زكي. يا معلم زكي، لوستا زكي، أي حاجة قول لي عندي إيه. هنا هو كان جاي من القاهرة يشتغل هنا، فسموه المصري، بس إن هو يعني مش من اسكندرية يعني. عمك زكي ده لما حصل التأميم طبعًا حصل ارتباك. وطبعا مسكوا بقى، انتوا عارفين ان وقتها كان مين بيمسك المصانع دي، وحاجات يعني كلها فيها يعني افكار مش تمام. المهم اللي انقذ المصنع ده عمك زكي ده، لانه ايه بقى؟ هو اللي عارف الخلطه من الخواجه، فهو اللي مشى المصنع لغايه ما رجع تاني
متخصخصه واتباعوا المصانع، وبقت دلوقتي عندنا كورونا والغزاله، وتعالوا نعرف ازاي بتتعمل الشوكولاته من 100 سنه في مصر، اول مصنع شوكولاته في الشرق الاوسط. احنا دلوقتي داخلين مصنع بيمبو. احنا دلوقتي داخلين مصنع بيمبو، لازم تلبس ديت عشان الشعر. مصنع بيمبو ده اللي بيعمل الشوكولاتات الصفرا دي الحلوه اللي بسكوت وعليه شوكولاته سايحة ونايحة. تعرف حضرتك؟ محمود بلتاجي مدير المصانع. محمود بلتاجي. بلتاجي مدير المصنع ده؟ ده وبتاع اكتوبر الجديد. والمصانع كلها. اتعرف بحضرتك. دعاء مديرة عام التسويق. اهلا وسهلا حضرتك. مهندس محمد علي مهندس الانتاج في المصنع. اهلا وسهلا. احمد النادري مدير تسويق. احمد مرزوق مدير الاتش ار والشؤون الاداريه. تمام، انت بتاع موظفين بقى والحاجات دي. احمد السيد مدير الجوده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يونس مدير مصنع البسكت. اهلا وسهلا، انت مديرة المصنع ده، انت اللي هتفرجينا على الحاجات دي. طب يلا يلا. استاذ بلتاجي هنشوف بقى، نوري للناس من اول البسكوت لغايه ما يبقى شوكولاته. بيمبو. بيمبو. احنا ده صاله الفران دي، فيها دي صاله الفران فيها كام فرن؟ دي فيها فرنين. الفران دي سبعينات، موديل سبعينات، المانيا الشرقيه. المانيا الشرقيه دول بيشتغلوا بالكهرباء، ما كانش لسه فيه غاز. من اول هنا احنا ممكن نشوف من اول العجين وهو بيطلع على المنزل. ايوه من فضلك، عايزين ناخدها. اهو البسكوت اهو، ده البسكوت هو طالع مستوي. ده البيمبو يعني هو بيطلع بسكوتين، بيتحشى شوكولاته بريسبي مخصوصه، يعني هي فيها سيكريت ريسبي او خلطه مخصوصه شويه. وبتتغطى بالخلطه. الخلطه دي سريه طبعا. سريه. يعني هو في ناس كتيره بتسعى يعني ليها. هي من زمان قوي موجوده. زمان جدا، من زمان جدا ما غيرتوش فيها. هو في طبعا في عصر الاضمحلال بتاع الشركه اتغير شويه، بس احنا طبعا رجعناها تاني زي ما كانت. عصر الاضمحلال يعني اللي هو امتى ده؟ عمل لنا مشاكل البلتاجي، عمل لنا مشاكل محلال الشركه. هنا مرحله تشكيل العجين، او العجين بيجي ناخد العجين بقى من الاول خالص. بيطلع البسكوت هنا هو بيتشكل. ايه عباره عن ايه العجينه دي؟ عجينه البيمبو دي عباره عن، او بسكوت البيمبو دي عباره عن دقيق وسكر وزبده وفليفر عشان طعم البسكوته. فليفر دي حاجات سريه ولا دي متاحه؟ دي متاحه، بس هي فيها طبعا جزء من السريه عشان تحافظ على طعم البسكوته. ما بتغيرهاش؟ لا. يعني اخر مره عملتوا الطبخه دي وفرزيتوا عليها من سنه كام؟ لا من سنين، من قبل ما انا اتولد. سنين. موجوده الطبخه دي وحضرتك متعلمها كده. ازيك؟ اتعرف عليك. عامل ايه؟ حطها بالجاهز. استاذ فتاح انت اللي بتعمل الخلطه دي؟ انا اللي ماسك الكيس من هنا وانا المسؤول عنها. بتعملها بالميزان ولا بالخبره؟ كل حاجه بالميزان. لا كل حاجه بالميزان. يعني بتحط ايه على ايه؟ تعمل ايه؟ بنحط الاول، بنرمي الاول الزبده وبعد كده بنرمي السكر. واخد بال حضرتك؟ والخامات بنسيبها تخش في بعضيها وبعد كده بنرمي الميه. بتقعد كده العجينه دي بتستريح كده قد ايه؟ ساعه ولا؟ لا نص ساعه. نص ساعه؟ نص ساعه. وتشغلها على طول؟ وخلاص. يعني بكميه دي بتعمل كام بسكوت يا فتاح؟ حضرتك العجنه بتعمل 20 صفيحه. يعني ما عرفتش يعني 20 صفيحه. 20 صفيحه، الصفيحه اولموست 15 كيلو. يعني تعمل كام بتاع البسكوته؟ تعمل كام بسكوته؟ تعمل بتاع 250. 250 وش وضغط؟ 250 ساندوتش. طب عايزين نشوفه اتنين هنا. حضرتك اتفضل. بص بالشبكه ده هنا ازاي بقى؟ يوميها انا في العجوز فوق حضرتك. دي اول حاجه. دي اول حاجه، اول دي خلاص كده خلصت؟ لا دي كده اتشكلت وداخله بقى الفرن. كده اتشكلت. ده الفرن، كل ده الفرن. تقعد قد ايه جوه الفرن؟ هنا بتاخد لها 9 دقايق كده لغايه ما توصل للناحيه الثانيه. هنا بتبان بقى ايه حضرتك؟ بتترفع كده تبين بقى للعجينه. تمام، متخمره وحلوه. الله ينور عليك.
انت بتطمن عليها كده؟ اه بتاخد هنا بقى نص التسويق. لو في مشكله توقف. لو في مشكله نوقف على طول. اه خش هنا حضرتك النص ده بيطلع منها الرطوبه. بيطلع منها الرطوبه بتخش على التسويق. طب كويس. هنا دخلت على التسويق. اه هنا احمرت اهي. اه خلاص دخلت على التسويق. اه وانا كده كده وهي نازله من المعجن وبطمن عليها. تمام. انا اول ما بتنزل من المعجن وبطمن عليها. حضرتك 37 سنه حضرتك هنا. 37 سنة. 37 سنة خبرة. على دي؟ اه. دلوقتي دي خلاص. اه هنا خلاص طالعة حضرتك مسلوقة. اه. سخنة. ما هي عشان لسه حضرتك طالعة من الفرن. آه. لا حضرتك بقى تاخدها من السير التاني. هنا خلاص بقى تاخد هنا دخلت بقى على عملية التبريد. ايوه. 37 سنة أنت هنا؟ 37 سنة خبرة. يعني من وأنت عندك كم سنة جيت؟ أنا جاي هنا من سنة 80. أنت بقالك 40 سنة. اه. بس دي الشغل اللي اتعلمتها. دي شغلتي انا هنا اللي انا المسؤول. تقف على الشغلات الثانيه كورونا؟ لا كل واحد مختص بحاجه. انت شغلتك دي؟ انا بطلع الشغل كده بقى بعد كده بيطلع فوق بيتغطى بقى بتخلص شغل الساعه كام؟ التغليف من 8 ل 8. 8 ل 8؟ اه واقف كده؟ اه. الشوكولاته بيتحط البسكوت الاولانيه وبعدين استخد طلع من تحت هنا اهو طلع كده بيتحط الشوكولاته بياخدها اهي ينزل عليه وبعدين ياخد البسكوته الثانيه كله اوتوماتيك المكنه دي اوتوماتيك بس من سنه 60 سنه كام 60 حاجه 60 انا 60 سنه بقى لها بالظبط آه. كده اهو ممكن تعملها اتنين مخصوص تزودين شويه بعد ما بيتشك بقى يتحط البسكوتين على بعض ويبقوا ساندوتش بيخشوا بقى ياخدوا الشوكولاته اه الشوكولاته اللي هي اللي بتنزل الاولانيه بتاخد الحشوه اه ودي بتنزل الثانيه بالظبط وبعد كده بيخش بقى لمكنه التغطيه خلاص كده خلصت لسه بقى لا لسه لسه بدري لسه هتتكس الشوكولاته هتتكس الشوكولاته الشوكولاته اللي هي السحريه الماده اللي جوه دي بقى خاصه دي الشوكولاته طبعا هو فيها سريه سريه طبعا مين بيعمل الخلطه كم واحد عندكم لا هو اللي بيعمل الخلطه دي هو واحد واحد بس واحد هو المسؤول اللي عارف الحاجات ومعاه شويه مساعدين طيب نتحرك بقى من هنا وخير هنا بقى بياخد اوه هاي دخلنا في الجد بقى احنا تركيبتها ايه احلى انواع الشوكولاته فيها حاجات من اغلى كاكاو في العالم الخلطه دي بتجي لكم عباره عن كاكاو ومشويه حاجات ثانيه بتيجي كاكاو مختلف احنا بنشتري كاكاو من كذا حته وبنخلطهم مع سكر مع زبده كاكاو من بلد وبلد 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 ده في ثلاث انواع كاكاو بيعملوا بخلطه في ثلاث منين بقى بتجيبه في هولندا وفي ماليزيا وفي غانا وكوت ديفوار يقول افريقيا كلها طبعا كوت ديفوار وغانا تقريبا بتعمل 65% من الكاكاو في العالم بتستورد انت اللي بتستورد؟ احنا بنستورد نفسنا اه انت بنفسك؟ اه يا سلام واتدلعت اهي جميله جدا هيخش بعد كده بقى يتبرد في السير ده يقعد يعمل ايه؟ يتبرد يبرد هو درجه الشوكولاته هنا درجه حرارتها تقريبا 40 وتخش هنا تقعد تقريبا 7 دقايق في النفق تتبرد عشان تتبرد طبعا وتخش تتغلي انت عايز تبردها على ما هي عليه طبعا لازم تبرد كده تسيبها تبرد لوحدها لا 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 بتاخد شوك كولينج كده بكيرف معين عشان تحافظ عليها في الشيلف لايف بتاعها هل بقالك قد ايه في المصنع هنا؟ انا بقالي 32 سنه وجيت اشتغلت من عندك كام سنه؟ اشتغلت بعد ما اتخرجت من الكليه على طول 24 على هنا اشمعنى اخترتي مصنع الشوكولاته ولا هو جالك كده؟ لا ما جاليش كده انا كان والدي في نادرال طبعا متأصلة ابا عن جد طبعا طبعا فجابك هنا ايوه حبا في الانتاج لغايه بقيتي مديرة المصنع ايوه حبا في الانتاج بدأتي تشتغلي ايه بقى؟ اول بداية شغل مهندس انتاج مهندس وعلى الخطوط وعلى المكن يعني كان شغلي ان انا اشغل خطوط ومكن شغالي المكن انت مهندس؟ ايوه احنا بقى الشوكولاته جريت مننا كده دخلت جوه هنروح نشوف واحد فيه Thank you.
التبريد. ده كل ده في نفق التبريد. ده التبريد ده كله. ده بياخد خمس اربع دقايق. سبع دقايق مش كده ده. تخرج ساعه تمام. تخرج ساعه تتغلب. عشان ما ياكلش شوكولاته عشان ما تاكلوهاش ها عشان نضمن ان هو ما ياكلوش هي نزلت اهي تمام وانت برضه ممنوع تاكل شوكولاته فين الشوكولاته هتعملوا ايه انتوا بتعدلوهم ولا ايه هتعملوا ايه لا ده ما انت حضرتك شايف كده مش فاهم بن اي بسكوت عريانه معوجه اي حاجه بتترمى ودي الضغطه الاخيره طبعا عشان ايه داخل على التغليف عشان داخل على التغليف ايه العيوب اللي ممكن تطلع هنا مثلا لا مفيش اي عيوب اي عيوب بنبلغ البشمهندسه او اي حاجه يعني مثلا واحده زي كده هتسيبيها دي لا كده ودي مثلا لا فيها دي شاطره بتقلبها بتعدلها واحنا اللي بنقدر عليه بنعملوه هنا بنطلعوا لها يعني اكتر الوقت بيبقى معدوله ولقيت واحده مكسوره واحده كذا شيلها بتترمى على طول ما بتلاقوش انتوا على غالبا لانه متعدي على كذا مرحله ايوه طبعا بتقعدوا كام ساعه انت في الشغل من الساعه 8 لغايه 5 متجوزه لا احسن اهو ده بقى انا عايز اتفرج عليه بقى ده رول الورقه ينزل كده كده ينزل كده بقى انت ايه اللي انت ماسكه دي ليه من الرول الجديد عشان الوقت ما طب استنى اجي لك كده ما هي هي البتاعه جوه استخدمت جوه عباره عن بطر سحب هنا وسخانات هنا واقطعها يعني طب يدوك مرتب كويس الحمد لله يا راجل الحمد لله من الساعة 8 ل 8 8 ل 8 ومن 8 ل 5 بعد الأوقات بقى لو مفيش شغل ولا حسب لو مفيش شغل طب بديك حب كويسة الحمد لله يعني أنت بتروح الساعة 8 مش شايف دماغك بتعمل كده صح؟ على طول الحمد لله يعني وفي عندكم يوم أجازة؟ يوم الجمعة إن شاء الله الخواج كريستو كان بيعمل حاجات للصناعية وبتاع بيعمل لكم رحلات وكده؟ بنطلع مطروح رحلات يعني وتابع الشركة يعني الجمعة الجاية طالعين مطروح ان شاء الله حلو اهو ودوكم مطروح في عز برد مطروح في سبتمبر لا ما احنا كنا بنطلع كله اسبوع طب ده ممتاز جدا حلو قوي ده هنا بقى هتطلع في السنة دي بقى خلاص هنا بيعبوها السنة احنا عايزين نروح للغزاله بقى نحكي لكم حكايه الغزاله واحنا داخلين مصنع كورونا المصنع ده موجود سنه 1930 يعني تقدر تقول بقى له ايه 90 سنه ده المصنع اللي عمله عمك كريستو طيب هو اول ما بدا فين بدا في الاسماعيليه عمل حاجه مكان صغير كده مصنع صغير ليه الاسماعيليه لانه الاسماعيليه انتوا عارفين كان فيها الانجليز وبتاع والاسماعيليه بقى والحاجات اللي هناك قناه السويس وبتاع فكانوا موجود الخواجات كتير جدا بكل لون يعني وكل جنسيه فعمل لهم المصنع بقى شويه توسع فجه محرم بيه هنا عمل برضو نفس الحكايه ثم انتقل الى هنا عمل المصنع بتاعه سنه 1930 السجلات كلها بتقول كده طب كورونا بقى اهي دي حكايه بقى الغزاله دي بيقول لك يا سيدي في قديم العصر والزمان كان عمك خريستو لما عمل المصنع وشايف ان الشوكولاته عجينه
بتحتاج اللي يعجنها يبقى راجل لطيف سعيد. كان في زمان حاجة اسمها سعادة، تعرفوها إذا كنت فاكرينها يعني. فعشان يخلي العامل والصنايعي والمهندس عندهم سعادة وما بيشتغلوا، فعمل لهم ملعب كورة. المكان هنا كان واسع جدا، ملعب كورة يلعبه وهو نفسه بيقف يحسب الحاجات ويحكم ويلعب معاهم وحاجات زي كده، هو الخواجة خريستو نفسه. طيب وبعدين بيعمل لهم سينمات زي ما قلت لكم قبل كده في احد اللقطات يعني. في خلفية الملعب ده كان في غزال شارد، غزال عايشة في المنطقة هنا، صدق او لا تصدق كان في غزال بيمشي هنا. فهم كانوا بيحبوا الغزالة دي تيجي عندهم تلعب ويلعبوا معاها بالكرة وتلعب معاهم دي. لكن ذات يوم كان يوم اخبر، ضربوا واحد من اللي بيلعبوا كوره، شاط كوره جامده زي بتاعت انا اعرف احمد رفعت وحسن جبري وكده، رفعت فنجيلي، واحده من دول راحت خبطه في دماغ الغزاله، وقعت الغزاله ماتت. وكان يوم نكد على المصنع وكل اللي بيشتغلوا في المصنع. فعمك خريستو تكريما للغزاله اللي ماتت نتيجه ان العمال كانوا بيلعبوا كوره، راح عاملها شعار كورونا، صدق او لا تصدق. جوه هنا بقى بنعمل الشوكولاته والحاجات دي هنشوفها مع بعض. مصنع كورونا يا باشمهندس، سلم تاني. ده ايه بقى؟ هنا اوضه التحضير. اوضه ايه؟ اوضه تحضير الشوكولاته. تحضير الشوكولاته بتعملها ايه؟ تحضير الشوكولاته. تحضير طيب بتبدا منين بقى؟ من هنا. انا اول مكنه فين؟ مصنع ده زمان كان بيبدا من اول كولة الكاكاو، يعني هو زمان كنا بنستورد، وكريستو بقى كان بيستورد كولة الكاكاو، محصول الكاكاو دي من غانا وكوت ديفوار وكده، كان بيحمصها ويطحنها ويعصرها يطلع زبدة الكاكاو، والكاكاو بيلبسوا اقراص، وبقى الاقراص دي يروح يعملها العلب بتاعت الكاكاو ده تبقى مشروب، والتانية دي يصنع بيها بقى الزبدة، والعجينة دي يصنع بيها الشوكولاتة، ويصدر منها الزبدة برضو لبره. ويصدرها طبعا. المكان ده بقى له كام سنة؟ المكان ده لا ده يعني ده قد مرتين مثلا، ممكن يكون خمسينات حاجة كده. شغال. نبدأ من الأول. اول حاجه عندنا هنا مرحله الميكسينج او الخلط، دي اول مرحله الخلط، بنحط الخامات بقى اللي هو العجينه الكاكاو. دي اول مرحله عندنا، بنحط الخامات فده الميكسر بتاعنا. هنا بيخش بقى العجينه الكاكاو وزبده الكاكاو والسكر، بينزل كل ده والعجن بيتخلط هنا، بيتخلط هنا بالظبط، بتاع الاسمنت يعني، خلاط اسمنت. بالظبط نفس الفكره. بعدين بيطلع على سيور، يخش على مكنه التنعيم. السيور دي، الخط ده كان فولي اوتوميتد، يعني كان بيشتغل كله اوتوماتيك. والكنترول بانل بتاعته دي من زمان، من ايام كريستو برضه. طب فين العجينه بقى؟ العجينه بتنزل تتفرك كده او تتنعم، يعني هي فيها جزء من زبده وجزء من السكر وجزء من الكاكاو وكده، بتنزل بعد ده اسمه الخمسه حجر او فايف رول، بينعم لدرجه معينه، وبعدين بيخش لمرحله ثانيه من التنعيم. بينعم الفاودر ده، وبعدين يتنعم تاني، وبعدين يخش حاجه اسمها كونش. الكونش ده بيقعد، الكونش ده بيقعد فيه الشوكولاته على حسب نوعها، ممكن تقعد 24 ساعه، ممكن تقعد 48 ساعه على حسب النوع. وتفضل تتقلب. الكونشنج ده بيحلي طعم الشوكولاته وبيطلع منها الروائح المش كويسه او الروائح الغير مرغوب فيها. وبعد كده بقى تروح للتنكات، تفضل برضو تتقلب على درجات حراره معينه، ماشيه كده بقى بالظبط، تمشي على السيور اللي فوق دي. ايوه تمشي على السيور اللي فوق، وتنزل بقى في مرحله ثانيه. هتروح فين بقى هي كده؟ تروح بقى عندنا كده، تروح في ده ثاني. كده مراحل. ايه ده بقى؟ ده جونش ماكنتاير. اسمه ايه؟ جونش ماكنتاير. جونش ماكنتاير. بتنعيم الشوكولاته. بتنعيمها ده بيطلعها بقى يوديها ناحيتها. هنمشي كده يعني.
فاضلها قد ايه دي بقى؟ هي هتخش كده بتتصب على درجه حراره معينه بعد ما تخش تبرد بقى. تخش تتبرد بعد كده في الثلاجه. هنا ده بتتسحب تاني. لا هي لسه كل ده سخنه، هي بتتصب على درجه حراره عاليه شويه وبعدين بتتشلخل عشان يطلع منها الهواء وتاخد شكل بقى الفورمه بتاعتها. الفورم دي موجوده من كل نوع. كل نوع ليه فورمه. ايه بقى هتطلع ايه دي؟ كبيره دي شوكولاته باللبن. اللي هي الكبيره دي 30 جرام. الخط ده موديل 81 تقريبا. بس قديم جدا. 81. اول ناس جبنا الخط ده في مصر. اول مصنع. وبعد كده شركه بيسكو مصر مصنع ايكا جاب المصنع، ما عادش عنده سنه وراح بيعه لان ما عرفش يشغله. احنا المصنع ده من ساعه ما جبناه سنه 81 لحد دلوقتي جميع الاصناف بنعملها على نفس الخط ده. هو عادي. احنا لسه راجع امبارح من ايطاليا بنستلم الخط الجديد اللي هو الموديل 2019. زي ده بقى بس حديث. 2019. يعني في فرق. ان شاء الله. 40 سنه. بس بعد كده بتخش تتبرد في الثلاجة. ونخش الثلاجة. وبعدين نخش نشوفها في التغليف. دي ثلاجة زي بتاعت ذاك روستو. دي ثلاجة. درجة حرارة جامدة. تبقى من 8 ل 10. هنخرج بقى. ازيك يا عم احمد؟ الله يخليك يا راجل. عامل ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه يا عم احمد؟ عندي حوالي بتاع 67 سنه. 67 سنه. بقالك قد ايه في المصنع؟ بقالي حوالي 45 سنه. ما مشيتش انت بعد المعاش ولا حاجه؟ لا مشيت ورجعت. رجعوكم؟ اه. طب وايه اللي خلاك تشتغل بعد المعاش؟ ما هي يعني حلوه كده، واحد بياخد حاجه تزود ايه المعاش، يزود ما يعني ايه. المعاش تعب مش كبير انت على الشغل. لا ما يا زي ما تقول بقى المعاش يعني ايه بيزود المعاش شويه. تحس يعني يروح وجاي وكده والواحد يمشي كده حركه احسن ما يقعد هعجز اكتر واكتر. فهي الحركه هنا يعني ايه الحمد لله يعني إيه. والناس حلوه هنا معايا والناس اخر تمام من تمام يعني. طول عمرك هنا في المصنع؟ طول عمري في المصنع. ما عرفتش الشغل غير الشغل؟ لا 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 اي شغله ثانيه. لا اشتغلت اظن في كل حاجه. كل حاجه هنا المكان على المكان المصنع الشوكولاته وهنا هنا هنا هنا. شغلتك بتحبها؟ طول عمري في شغل المصنع احبه. بحب المصنع. وخاف عليه قوي. والله عظيم اي حاجه كده اخاف عليه. يعني اي حاجه اعملها اي حاجه اعملها كده اجري هنا اجري هنا الحمد لله. وانت رجعت بعد المعاش بقى ايه؟ بعد المعاش رجعت بعد المعاش بحوالي بتاع سنه. قعدت سنه في البيت؟ ما قعدتش سنه كمان 7 شهور. كنت متضايق؟ واحد بعتولي واحد جاي. كنت متضايق؟ طبعا ما قاعد ما بعرفش اشتغل في اي حته. تقول لهم عايز ارجع؟ عاوز ارجع. الحمد لله ربنا يشكر. قطع لي محمد ابو عباجه. ازيك حبيبي محمد ابو عباجه؟ ابوه هو اللي موت الغزاله صح؟ صح. ابوك عمل ايه يا ابو عباجه؟ لا طلعش انت بقى. ايه الحكايه ده؟ كان هنا كان في ملعب هنا ملعب كوره. أيوة. كان خواجه ديمي اسمه خواجه ديمي. كان بيعمل هنا طبعا بيلم العمال كلها وبيلعب يعني بيحاول اللي هو ترفيه بيسعدهم. فزي ما تقول في هو طبعا كان في شرطه راحت جايه في الغزاله. في لعيب كبير قوي اسمه ابو حباجه طبعا. فطبعا جت في الغزاله. لما جت في الغزاله كل طبعا من زعل وهو كوره جامده قوي. فجت جامده. فما زعلوا الطاقم ده فقال له ابو حباجه ابو حباب كله بقى هيك والله. صوروا ان هو دلوقتي اسمه محمد ابو حباجه.
فطبعا ان شاء الله ماتت الغزاله. ماتت الغزاله بس الخواجه طبعا طرح قوي. كان بيحكي على الحكايه دي. ده كان بيحكي لنا الحكايه ديت من فتره. كان بيبقى زعلان ولا ايه؟ لا بيبقى زعلان طبعا موت الغزاله ديت. فطبعا وبعدين طبعا استقتلوا الخواجه كمان. فبدا يعني كده فالخواجه بقى اداله هديه وبتاعكم من ده وبسطوا لان طبعا بقت شهره بالنسبه للخواجه. فطبعا بعد كده الغزاله بقت شهره وبقى يعملوا لها حتى كلها عيد للغزاله في الموت بتاع يعني يوميها يوم ما حصل الحادثه دي يعملوا حفله وابو حبكه قاعد فيها وانت بقالك قد ايه في مصر؟ انا بقالي 44 سنه. وابوك توفى امتى؟ لا توفى بقاله حوالي 60 سنه 70 سنه. كنا ما طولش بعد لا 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 بعد الغزاله ما طولش شويه كده و... شكرا يا محمد. شكرا. يا سيدي بقى شركة كورونا كلها سنة 47. لما ندخل كده بقى شعب نلاقي عمك خريستو الخواجة خريستو اللي عمل كل القصة دي وجنبه تعالى تعالى يا شعبان ارجع تاني ده عمك زكي المصري اللي كلمتكوا عنه انه لما المصنع اتأمم عمك خريستو بقى مشي وكده وبعدين عمك زكي هو اللي كان عارف الخلطة وهو اللي فضل في المصنع كبر وطلع معاش ورجعوا الشركه ما ثبتوش رغم انه السنه 60 المعاش فثبتوش فضل قاعد لغايه ما مات عمك زكي المصري ده اللي كان عارف الخلطه. فاحنا جينا هنا في مكتب عمك خريستو عشان ايه بقى؟ هو ده كان مكتبه ده المكتب وده الكرسي بتاعه بالفعل يعني هما حاجته فعلا وده المكان اللي بيحط فيه اوراقه. وانا جيت هنا عشان اقول له متشكرين يا عم خريستو وده رزق الراديو بتاعه اللي كان بيسمع عليه. في حد قال لنا من اخواننا هنا المصنع ان كلمه كورونا بتعني البهجه باليوناني او حاجه زي كده او السعاده يعني بتعني حاجه زي كده. هنبحث فيها ديت ويمكن لما نيجي زي الحلقه اكون عرفت ايه حكايه كورونا دي. لكن الراجل ده عمل حاجه جميله جدا. شوف هو التجارة والصناعة والحاجات دي كلها فيها أشياء كثيرة جدا. لما الراجل ده عمل حاجة قاصدا أنه مش بس يكسب لا حاجة بيكسب منها وبيسعد الناس. وعشان تعرف المعلومة دي تتأكد منها إزاي أنه هو كان حريص جدا على أنه كل موظفين ومهندسين وعمال ومساعدين عمال أنه هم يعيشوا حياة كويسة مبسوطين عشان هو كان عنده قناعة مؤكدة ان لما تعجن الشوكولاته وانت مكتئب هتطلع بساره انما لو عجنتها وانت سعيد وحالتك كويسه هتطلع شوكولاته جميله. فدي اللي احنا بنتكلم فيها في فكره عمك خريستو. فكره ايه؟ انك انت ممكن تشتغل ممكن تكسب بس في نفس الوقت تعمل حاجه للناس تبسطه. فالراجل ده احنا بنقول له متشكرين جدا على زيارتنا في هذا المصنع وبنشكر طبعا كل اللي تولوا بعد كده والمصنع فضل موجود. فاضل حاجة صغيرة هنوريكو بعض الملفات القديمة جدا في الشركة. برضو احنا في مكان هو ده قديم كله باين على الدواليب وواضح ان دي ترابيزة الاجتماعات وواضح ان دي الدفاتر بتسجل فيها اليوميات كلها. عارفين ان عمك خريستو كمان عشان يعمل حاجات يكسب منها ويبهج المصريين كانت طلعت بدات صناعه السينما وكده بدات تنتشر فعمل السينمتين كبار قوي في اسكندريه هنا سينما ستراند سينما رويال. طبعا الملفات دي ممكن ان تشوفوها دلوقتي تقولوا ايه الحاجات العجيبه دي. طبعا انا عارفها لان شفتها على فكره احنا كنا
بنروح نصرف في التموين لما بتاع زي كده يفتح البتاع ويطلع نسوى لك ابصم او امضي يعني. ده كمان ده قرار التأميم اللي هو صدر سنة 62 على حد علمي 63. ده قرار التأميم حد واقف جنب 63 فانا قلت 63 صح. وبعدين دي بقى الحاجات اللي تاخد بقى ايه تعمل لك شجن. ان مثلا ايه دي بقى دي علبة الكاكاو احنا كنا بنشتريها الكاكاو دي علبة صفيح بس كانت من جوه زي الفل دي طبعا ادمت. والشوكولاتات دي احنا نعرفها كويس جدا. انا الحقيقة لاني مش متابع الشوكولاتة في هذا العصر الحالي فانا معرفش ايه اللي فاضل بس اعتقد دي موجودة لسه. اللون ده انا موجود دي اللون اللي احنا نعرفه بتاعنا ودي الشوكولاتة دي اللي نعرفها دي بيمبو اللي انا اعرفها اللي كلمتكم عنها في الاول هي دي. دي بقى جديدة زي ما انتم شايفين. اتفرجوا بقى انتوا الصور في المصنع في حاجات نعناع نادلر ده برضو القديم ده من جوه بتاع خضرة كده واهو ده. دي حاجات بقى ذكرياتنا احنا العواجيز يفتكروا الحاجات. السجلي بتاع كورونا ده كان حاجة مهمة جدا كان كل البيوت عشان تعمل منظرة تعمل الجيلي ده وتقطع بقى في الفراولة والموز والحاجات دي بنعرف نعمله كلنا في البيت. تقلب كده هو قلب على شكل البتاع دي عارفينه قلب ألمونيوم كده وبعدين نغلي الجيلي ونقطع الموز ونحطه في القالب وبعدين نحط الجيلي وبعدين نقلبه. كل البيت يعرف يعمله. وعلى فكرة احنا واحنا اطفال كنا ناكل البتاع ده ني يعني نفتح الكيس وناكله كان طعمه جميل جدا. الكورونا دي اللي هي اسمها كنا نسميها جيلي نجيبها من المحلات. بس يا سيدي خواجه خرستو ثانك يو.